سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم باللوك هذا مستوحى من عرض الازياء كيندل جينر اللي هي اخت الكارداشيانز في الاعلان نتاعها نتاع العطر هذا مودرن ميوز لوغوج نتاع استيرودور. عجبني برشا مكياجها فحبيت نعاود لكم اللوك، وحبيت اومام تو نحكي لكم على البارفان هذا اللي ياسر عجبني. ريحته ياسر بنينه ويشد برشا وقت، فكانكم كيفي ديما تحبوا تجربوا بارفانات جدد ننصحكم تجربوا. تلقوه على الموقع نتاع استي لودور، تنجموا تشوفوه من غاديكا. نحط لكم كود في الديسكريبشن بوكس، كي تستعملوا الكود هذا كي تجيو تشرو البارفان يعطيكم هديه سيروم بلا. نزيد نحكي لكم على ماركه جديده مازلت كي اكتشفتها استعملتها في الفيديو هذا، ماركة الرموش اللي انا مستعملتهم في الفيديو هذا اللي هما من لايف ستايل باي هيلا. هيلا طفلة تونسية تحفونا برشا، عندها كونت على الانستغرام وكونت على اليوتيوب، نحط لكم اللينكس نتاعها في الديسكريبشن بوكس باش نجمو تكتشفوها. دونك تعمل دي فيديو وكل اون بلوس لي فيديو نتاعها ياسر بروفيسيونيل وهي ياسر مزيانة. فعاملة ماركة نتاع مكياج رموش ياسر الكواليتي نتاعهم الكاليتي نتاعهم ياسر طيارة وخفيف، ما تحسوهمش على العينين فريمون، مش كيما هيك البلاستيك اللي يبدو مرزنين ديكوش عليكم ترشنو حاطين فوق عينكم. اون بلوس الباكاجينغ ياسر تحفون، لونو روز جولد ما يظهرلكمش مليح في بالي، خل نقرب لكم شويه. الباكاجينغ ياسر حلو روز جولد، هنا عامله مارك ومن هنا الموقع نتاعها اللي تنجمو تشريو منه البرودكتس وتوصل للبلاصه الكل لتونس وخارج تونس. هكا هاو نخليكم توتسويت مع التوتوريال، ان شاء الله يعجبكم. قولوا لي شنو رايكم في الديكور الجديد وفي الضوء الجديد، نحاول نحسن من فيديوهاتي فنستنى رايكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي. هذا باش نبدا اول حاجه نشد شعري باش نجم نخدم المكياج نتاعي مرتاحه ما قلقنيش. نبدا اول حاجه بترتيب الوجه، باش نستعمل الكريم هذه من نيوكس اسمها نيوكسيلانس. دونك باش ناخذ كميه صغيره على الاخر كيما هكا، مش عارفه كي تشوفوها ولا نحطها خاصة على المناطق اللي تشيح في الوجه وتحت العينين. بعد باش ناخذ لي دو فوندوتان هذوما، واحد من استي لودور وواحد من لوريال. دونك هذا فاتح برشا عليا توا وهذا غامق برشا، فباش نخلطهم مع بعضهم الاثنين كما تشوفوا خلطتهم لهنا. باش ناخذ فوشه من سيجما نمروها F80 وباش نبليكيها على وجهي. من الاول نحطو كيما هكا، نحطو حطان، ما نجبدش الفوندوتان نتاعي باش ما يتنحاش. نبي ديما تكون طبقه الفوندوتان في الوجه الكل كيف مش بلاصه فيها برشا وبلاصه فيها شويه. باش نتعدل الحواجب باش نستعمل كيت الحواجب هذا من ريميل لندن نمرو 2 ميديوم براون، باش ناخذ كميه صغيره باش نبدا نرسم حاجبي من تالي. ديما نبدا من تالي باش البرودوي الكل اللي في وسط الفوشه يجي من تالي. نحب ديما نطول في حاجبي هذا شويه على خاطر حاجبي هذا اطول من حاجبي هذا، حتى كان شعرتي كحلة يعني شعري أكحل. ما عمري ما نستعمل للحواجب قلم أكحل ولا بودر كحلة، ديما نستعمل لون بني. خاطر فما شكون سألني أنا شعرتي كحلة هل نشري قلم أكحل، دونك جامي نشري قلم أكحل، ما نمش قلم أكحل في الحواجب على خاطر تجينا النتيجة أوفر برشا زوجة. ديما نختار لون أفتح من لون شعرتي. بعد باش ناخذ الكنسيلر هذا من انجلوت، هذا اخر كنسيلر استعملته في حياتي، ما نستعملوش كنسيلر لهنا، نستعمله باش ننظف بيه الحواجب هاني باش ما نطيشوش. نحطه كما تشوفوا وننظف بيه الحواجب نتاعي. دونك بالفوندوتان اللي خلطته نتاعي باش نجي نحط شويه فوق العينين، مش كنسيلر فوندوتان نفس اللون هذا باش ما نعملش عينيها فاتحين اكثر. باش ناخذ اللون هذا من باليت فريدم ميك اب ونحطه في وسط العين.
ملوطة باش ناخد لون بني فاتح اللي هو اللون هذا. نحط المش هذوما من لايف ارت باي هيلا. فوالا حبيت نزيد نغمق شوية في اللون اللي تحت العين باش يبرزنا العين اكثر. ونجي في المدمع متاع العين اللي هو هذا ونعمل لون يضوي لنا شوية البلاصة اللي هو هايلايتر اللي هو من الباليت هذه متاع فريدم ميك اب. نحط لكم لازم الكل في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. بعد باش ناخذ ماسكارا من اسانس باش نركز على المش التحتانيين والمش شوية المش الفوقانيين. ما نوصلش الماسكارا للفولس لاشز، جست نحطهم على المش الطبيعية باش يلزقوا شوية على الرموش. بعد باش نتعدى للفورم واخترت اللون الأحمر هذا من بيوتي بيكري، تفسخ الاسم نتاعو. فالباكاجينج هذا الباكاجينج نتاعهم القديم، هذا ليكويد ليبستيك يشيح يولي مات على الاخر ويقعد ما يتنحاش يقعد برشا كما اللي حكيت لكم عليه في الفيديو نتاع المكياج الاخضر والعنابي. بعد باش ناخد الباليت من أناستازيا بيفرلي هيلز باش نخلط بين اللونين هذوما. اوب باش نعمل كونتورينغ خفيف مش باش نكثر برشا. كونتورينغ نتاع الخشم، كان تحبوا نعمل لكم توتوريال كيفاش تصغروا في الخشم نتاعكم معناها كامل فيديو كامل يحكي كان على تصغير الخشم بالكونتورينغ قولوا لي في الكومنت. قلت لكم الطريقه برشا مرات على سناب شات، كيكم زلتوا ما تبعوش فيا على سناب شات باش ما تستنوا نحط لكم السناب شات نتاعي لهنا. ديما نحب نشد شويه هايلايتر نحطه في ال نجي للبلوش ناخذ البلوش باليت هذي من ميك اب ريفولوشن باش ناخذ اللون هذا نحط شوية باش هنا وما نطلعش بيه لهنا فوالا وكهو كملنا لوك ساهل ما في حتى شيء وياسر مزيان ياسر بسيط ياسر شيك هكا تحسوه فما يطلبش برشا وقت ما يطلبش برشا جهد ما يطلبش زادة برشا مكياج معناها شوفوا البرودكتس اللي استعملتهم شوية على الاخر. فان شاء الله الفيديو اليوم عجبكم ان شاء الله استفدتوا منه. قولي شنو تحبوا تشوفوا في الفيديوهات الجايين باش هكاك يبدا عندي افكار شنو نعمل لكم. ما تنسوش تتابعوني على الانستغرام فيسبوك سناب شات.